اسمها المانيا هي اصلا المانيا كنديروها في الفران كنخليوها واحد 35 دقيقة حتى كطيب دونك انا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال كل شيء هادشي اللي درنا دونك تناخذوا الدجاج ديالنا اسمح لي سميرة تناخذ الرائحة بعدا طيبة تناخذوا الدجاج بالطريقة هذه نحطوهم هنا وهذوك الخبيزات اللي هذيك الخبز اللي صايبناه على الشكل هذا على شكل قلب على قلب وتنقطعوه وتنحطوه هنا في الوسط والنعناع اللي تيكون شايط لينا تنحطوه هنا في الوسط ديال الدجاج باش تيعطي لينا نسمه لان علاش النعناع النعناع فيما درناه اما درناه مع اللحم مشوي اولا درناه مع الدجاج يكون في الفران اولا شي حاجه تعطيني واحد النسمه غزاله بزاف وحتى ملي تاخذي الدجاج تاكلي تتسمي ديك النسمه ديال الدجاج هنايا درنا سميتو درنا هاد الدجاج كي قلت قطعناه قبيله تيهبط الراسو اون فوا تيهبط تيهبط الراسو وحتى الجلده نحاول ما امكن ما نحيدوهاش نخليوها لان الجلده ملي تبقى كتعطينا واحد العصير في الدجاج كيطيب لنا الدجاج زوين دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا صحه لكل المشاهدين ديالنا يجربوهم وردوا لنا الخبر على الرقم 0522 66 73 77 نوال العلوي لكم دائما في الاستماع او عبر صفحتنا في الفيسبوك صباحيه دوزيام بوان اوفيسيال الى الموضه الان وليلى حديبي ليلى حديبي صباح النور صباح النور سميره اش مجدلنا من جديد اليوم غادي نمشي لكم واحد لو ستيل اللي بحال ديما شفناه ولا مختلف على اللي تنشوفوه دائما اذا اليوم معنا مصمم معروف ومصمم اللي يعني كنقدروا موهوب جدا موهوب جدا وتنقول بانه هو سفير الموضه العصريه باللمسه المغربيه معنا الغني عن التعريف المصمم كريم طاسي مرحبا بك معنا في صباحيه دوزيام مبروك عليك هذا الشهر مبروك عليكم الشهر وحنا انا فريمون فرحانه جد سعيده اللي جيتي نستضفوك هذا النهار صباحيه دوزيام اذا كريم طاسي دائما تدير لا كوليكسيون بحالك بحال يعني لي مارك اوروبيان على برا دائما تدير لا كوليكسيون ديالك يعني بقواعدها يعني كاينه ديال الصيف كاينه ديال الربيع والصيف هذه المره غادي نهضروا على لا ديرنيير كوليكسيون ديال كريم طاسي اللي هي اخر وحده شناك كنتي درتي بون كنتي درتي ان تيم موف ودرتي الخضر ودرتي لو روج الاحمر ديرنييرمون ومالوغوزمون ما بقاتش دونك دابا قلت له علاش قال لي حيت درت اون نوفيل كوليكسيون اللي هي صيف صيف ديال لامبريمي امبريمي فوالا دونك غادي نشاهدوا العرض وفي نفس الوقت غادي تهضر لنا على هاد على هاد لو ديفيلي ديالك وعلاش كيفاش جاتك هاد الفكره باش دير هاد الالوان دونك معنا اول اقتراح ولا اول عرض اللي مقترح علينا كريم طاسي فلوري اي لامبريمي شنو كيفاش جاتك الفكره باش دير هاد الشيء وش دابا مع 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 الوقت لي توندونس ديال ديال لا مود جاو ان بو لي توندونس سي لي فلوري فلوري اي شيك دونك خلطت شويه لي فلور مع الفرانشات والالوان ديال الصيف ديال الصيف اذا كنقولوا بان الاغلبيه ديال الناس على حسب لي موتيف ان فات يقول لك بان ما خصناش نخلطوا جوج ديال لي موتيف انت زعمتي ودرتي دو موتيف يعني كي تنشوفوا هنا الفراشات كبار مع لي فلور مي سي با ترو شارجي ماشي عامر بزاف سي لو كوتي شيك سي لو كوتي ايبي ديال الصيف بوين يا بحال درتي لنا ليلى هذيك المره اكزاكتومون ولكن عاوتاني على حسب خصنا نعرفوا بان كاين كاينه امبريمي وامبريمي يعني خصنا نعرفوا كيفاش نديروا لي زامبريمي ونختار كيفاش نخلطوهم نخلطوهم غادي الناس بين متناسقين بزاف هنا مثلا تبارك الله عليك اذا كيفاش جاتك الفكره يعني فريمون ديكوني كنقلب على التوابات وكنختارهم ومن بعد زعما بدلتي كاريمون لو ستيل ديالك كل كوليكسيون خاصني ندير شي حاجه جديد باش الناس يبقاو يقولوا هادشي جديد دونك السيده في رمضان اذا كانت بغات تلبس بحال هذا الستيل كتبقى مرتاحه ومن طو كتبقى باللوينات ديال الصيف ومبرده ومبرده انا بعدا القندوره اللي لابسه فريمون مريحه جدا جدا ونبغي نشير بان هذه قندوره مصوبه سور دو سوا ومصبغه باليد مصبوغه ومرسومه باليد باليد اكزاكت تبارك الله عليك سي كريم دونك انت فرضتي الوجود ديالك في عالم الموضه لبستي دي ستار انترناسيونال شنو الرساله ديالك في عالم الموضه شنو الميساج اللي تبغي توصل المهم انا رجعت المغرب دابا باش نخدم سي فري كنت اول عرض ديالك كان في التسعينات في باريس والموضوع اليوم باش نخدموا على هاد لا مود هي التقليدي دونك نخدموا على لا مود هاد لارتيزانا اللي كيخدموا هذيك معلم على القفاطن على البريت ابورتي وهاد لو بريت ابورتي دابا ممكن
نلبسوا في كازابلانكا بربيضة بحال نقدروا نلبسوا في اوروبا كيف نقدروا. الوغ غادي نرجعوا لهذا السؤال من بعد نهضروا على هذه اللبسه اللي مقترحه على المشاهدين هذا الصباح. انت كدير حتى للرجال وكنشهدوا بان زكريا لابس واحد القميجه يعني واحد اللون اللي ما تيزعموش عليه بزاف ديال الرجال بالخدمه ديال المعلم في الكول وحتى الصباط ديالك يعني exact. كدير انت لي زاكسيسوار تدير لي ساك تدير السبيبطات تدير حتى بول السيدات وتدير حتى لي زيشارب لي براسلي حتى هما. دونك هذا السروال هذا سي اون لان كنظن فيه واحد الخدمه سبيسيال ديال المعلم ديال المعلم في السنطة وهو بين بما هو السروال والجود كور وميمه هي بون بخينا في الكوتي هيبي وفي نفس الوقت وميمه لابسه واحد السروال بجيرزي بحال القطن فوالا بالقطن وديباردور واحد لو بونشو فوق ديباردور لا ديباردور عاد لو بونشو عاد لو بونشو اكزاكتومون وبقيتي في لي توندونس كولور اللي غادي يبقى باللون الازرق. تبارك الله عليك السي كاسي. انت تشهرتي اكثر في الاول بالمراه ومن بعد مشيتي لو ستيل ديال الرجال، كيفاش جاتك الفكره ديال الرجال؟ ولكن فريمون تنحييك من هذا المنبر هذا حيت فريمون الرجل عطيتيه واحد الاناقه وعطيتيه فريمون واحد يعني واحد لو ستيل ديالو باش يقدر يكون تاهو انيق ولابس فريمون شي حاجه شيك اللي بحال المغربيه فوالا بحال المغربيه بحال لي كروند مارك ا ليترونجي. منين رجعت لمراكش وحلينا هذاك لو شوروم لي زوم جاو لعندي وسولوا ليا عافاك صوب ليا واحد القميجه تكون كلاسيك ما فيهاش شي توش تقليدي. دونك بدينا كنخدموا هكا وزادت الحركه تاعك تحسن لي مونتو كدير لي فيست لي كاب لي فيست السلهام السلهام اكزاكتومون سي تخي تخي شيك. تبارك الله عليك السي كريم تاسي. ميرسي. اذا غادي نكملوا العرض ديالنا مع كريم تاسي بهذا الموديل هذا عاوتاني اللي فيه جوج ديال لي زامبريمي كيف قلنا مختلفين. خصنا نعرفوا كيفاش نختاروا لي زامبريمي ديالنا وغادي ان شاء الله نديروا ان سبيسيال تيم فلوري في لي في لا مود ان شاء الله. دونك غادي نهضروا على هذا السروال باش مصوب هذا السروال ديال كاسيكي سوا فيسكوز دونك الحرير افيك متين نقاتي اللوان والفوق سي ان امبريسيون بالورد بالفلاور. القاسم المشترك ما بين الفوق والتحت هما الالوان الالوان وكنبقاو في نفس اللون هو الخط باللون فيولي اللي سيهرس بيناتهم. تبارك الله عليك. انت كنعرفوك بان عندك يعني كتسكن في مدينه مراكش واش كتساعدك هذيك المدينه اللي محكومه فيها بزاف ديال الالوان كتساعدك في الالهام معلوم مراكش اليوم راه عرفتي معروفه في العالم كله وكنتلاقاو مع الناس معروفين تحوما اللي كيبغيو يلبسوا شفتو انت كتبغي يعني كتسافر بزاف ودائما تدير لي ديفيلي ديالك في اوروبا ودرتي ديغنيغمون واحد ديفيلي في الجزائر ويعني كيف قلت لك سفير ديال اللباس المغربي خاص تحرك الحاجه باش تكون تعرف الوغ هذا الستيل هذا يعني ما يزعموش عليه بزاف ديال السيدات اللي حلنا هو سروال قندريسه بالقطن ولكن سروال قندريسه كتبقى السيده مرتاحه جدا فيه وحتى الالوان اللي اختاريتها كريم بقاو متناسقين يعني ما درتيش دابا درتي ان كولور اوني في هذا السروال ما بغيتيش دير لامبريمي تاهو وشفتي هذوك لا بوند روج علاش ما لاصقتيهاش علاش خليتي هكاك لا بوند روج باش تكون باش يبان اللون الابيض باش يبان اللون الابيض وهذيك الخدمه ديال الرندا باش ما تكونش ثقيله عاوتاني دونك قسمناها على البول. تبارك الله عليك. هادو سي دي تاي اونيك تنظن تاي اونيك دونك يعني سي فاسيل سي فاسيل كل سيده على حسب اللون اللي غتختار. الوغ غادي نشوفوا اخر عرض ديالك ولا اخر اقتراح في هذا ديال هذا الصباح غزال يعني اون جوب مع قفطان دمي قفطان نقدروا نقولوا ولا سانتور كتبين لا سيلويت ديال السيده وبيان سور كنرافقوها مع العارض زكريا اللي لابسه هو الاحمر وكيف نقولوا اون لان اون لان ولي شوسور ديالك الصباط ديالك سليبرز دونك لا شوميز فيها اللمسه المغربيه واخا ما بايناش بزاف ما كتبقى لابسه بحال شوميز سبور مي فيها الخدمه ديال التقليدي القدام كدير انت لي شوميز سور ميزور على الرجال السيدات حتى هو سور ميزور اذا كان لو سور ميزور في كل شيء في كل شيء وعندك بيان سور لو بريت ابورتي اللي تيكون واجد هاد لا جوب اللي لابسه اميمه باش مصوبه بالمسلين ماشي بالحرير فوالا ما بانت لي تليجه فيها حتى هي حيت دو تيسيو مخلوطين دو تيسيو سوبر بوزي ياك انا بعدا مع المشاهدات كنعطيهم كاع لي ديتاي ديال اللبسه باش ينقلوا ياك اذا قدروا باش نقولوا بشي فكره فوالا وبيان سور القفطان اون فيلور يعني رائع جدا.
تبارك الله عليك السي كريم تاسي. تشكرك اللي جيتينا من مدينه مراكش واللي يعني اقتسمتي مع الجمهور ديال صباحيه الدوزيام والمشاهدين هاد اللباس هذا. شكرا بزاف. تبارك الله عليكم سي كريم تاسي. انا تنشكرك على الابداع ديالك وعلى التشبث ديالك بالاصاله المغربيه في اللباس العصري. تنشكرك بزاف. انت كذلك راك سفير ديال التراث المغربي فين ما حليتي. شكرا لك مره اخرى. نمشيو لحظه نكملوا فقرات صباحيه الدوزيام اللحظه مع الجمال وليليا مولين. ليليا مولين صباح النور. صباح الخير سميره. اليوم غادي نصاوبوا كي جاوك هاد الشكيلات تيحمقوا صافي هدى ما بقاتش غادي تورينا الشكلاط. حنا بان لي هاد الشكلاط عندهم علاقه بالجمال. راه هاد الشكلاط هذا اللي كتشوفوا هو ماشي شكلاط طبعا. حنا اليوم غادي نشوفوا على واحد بحال هكا اللي كنشوفوا دي فخيانديز بحال شي حاجه اللي غادي نقولوا بلوك اللي غادي يمكننا نديروه للوجه ديالنا. دونك علاش ولا قطع صغيره دو كل وحده كنستعملوها مره وحده كنديروا عليها على الوجه والعنق ديالنا وصافي. وحنا كنعرفوا بان رمضان ما كنشربوش بزاف فالبشره ديالنا كتنشف وكتولي كلها كنحسوا بها بحال كتهرس. فهذه الطريقه اللي يمكن لكم تستعملوهم. انا غادي نوريكم هذه الطريقه دو باز اللي غادي تستعملوها اما في النهار اما في الليل. ولكن اللي باغا تزيد فيه في الليل تزيد فيه الروح ولا تزيد فيه شويه ديال الحامض فهادو غادي يرجعوا ديال الليل. دونك على حسب السيده وشنو غتحتاج. غادي نحتاجوا زيت الكوكو. غنحتاجوا شمال ماشي شمال لا سيغ لا سيغ دابي. دونك شمال نحل. شمال نحل اللي حنا كنعرفوا. انا اختاريت ندير الريحه ديال الورد. كل واحد شنو باغي يدير وصافي. واختاريت لافاني. دونك فوالا باش نديروا شويه ديال لافاني فيه. الوغ غادي نذوبوا ويمكن الزيت غيكون دايب دابا. زيت دايبه. هنا فين تنعرفوا حنا الفصول في صباحيه الدوزيام؟ ملي كريم مزيوت. غنديروا جوج معالق كبار ديال الزيت كوكو ديال الكوكو. دونك زيت الكوكو جوج معالق كبار. غادي ناخذوا على قد تحكوا الشماح لا سيغ دابي حكوها وديروا على قد معلقه كبيره فوالا. وغادي نذوبوهم. غادي ناخذوا لافاني غادي تاخذوا منها شي شويه. ونخلينا شاف الهديه كيف الموس ديالو هو اللي كيعرف يقطع فوالا. وحتى حنايا علاش حتى حنا شويه شويه غناخذوا شي شويه من لافاني الداخل ديالها. هذه غير باش تعطينا الريحه. انا كنبغي باش نكرطوهم بحال هكا كنديروا منها شي شويه. وغادي نبعد اللوحه الداخل باش تطلق هذيك الريحه ديالها فوالا. غادي نبداو نوجدو. غادي نديرو الريحه اللي قلنا. حنا الريحه ديك الزيت ولا هذه الروح ديال الورد. غادي نديرو ما بين 5 حتى 10 القطيرات. دونك انت مزجتي ما بين لافاني فوالا لافاني والورد. لافاني والورد. وغادي تشوفي الريحه كيفاش كتجي غزاله. غادي ناخذو ليمون ديالنا. الوغ ليمون انا كنفضل نختار هاد ليمون اللي كيكونوا ديال الشكلاط صغيورين. علاش؟ حيت حنا بغينا طريفات اللي غنستعملوا مره وحده ومن بعد غنحيدوها. دونك بلا ما ناخذوا شي حاجه كبيره اللي من بعد غادي غير تلاح ديروا غير صغار. غادي ناخذوا هاد لافاني هادي. هادي غير باش نزيدوها غير باش نديكوري وباش تبقى لكم ريحه اكثر. تاخذوا طريفات بحال هكا قطعوها. باش كنزيدوا من الشوفه يمكن لكم ديروا وريضه صغيره ناشفه يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا. كل واحد يدير حر يدير اللي بغى. انا غادي كتلوحها في المول لداخل. صافي سميره هاي علين علين يدوب شويه تيدوب ونكبوه في هذا. غادي نبقى انا كنوجد هنايا. فهي سميره راه هادو بحال قلنا لا كريم غير هي بلاص ما كتستعملي ان كريم بوحدها يمكن لا في نص الوقت كتبردك حيت غادي ديريها على العنق ديال كندوزوها على الوجه ديالنا كامل كندوزوها على العنق وكيبقاو لينا زوينين بحال اللي كنشوفو هكا واجدين. كنا نديرهم في نفس الوقت ديكوراسيون في الحمام. الوغ غادي نكبو فوالا بحال كدي بلا هذيك نكبك الا بغيتي ولكن ما غاديش تكب لينا هنايا. الا
هانتي سميره غادي نعمرو. الو كلكم ما تعمروهش كامل، عمرو غير النص. بحال هكا. هي فكرة زوينة وتشجع السيدات أنهم يقوموا بتغذية الوجه ديالهم كل نهار. هذه ديال نهار اثنين، هذه ديال نهار اثنين يديروا ديال بالعود إلا بغاو. ممكن لهم دونك هنا ممكن يزيدوا من بعد. أنا غادي نوليوكم كتخليوهم حتى في الثلاجة؟ لا، يمكن لك تخليهم، يمكن لك ديروهم في الثلاجة، ولكن يمكن لك تخليهم هنايا دغيا دغيا راه كيعاود الشماع. غادي نشمع فوالا الشماع غادي نشفهم. حنا كنشوفوا هانتي سميرة الشوكولا، يمكن لك تاخدي وحده ميد مين فوالا هانتي غادي ديريهم هنا حيت بداو كيذوبوا على ود على ود. حنا عندنا الجو هنايا شويه سخون في البلاطو، فحنا كديريهم وكديرهم بحال هكا وكندورهم. كنا نديرهم على الوجه ديالنا كله هكا، كنديروا على الوجه ولا العنق ديالنا، ومن بعد كتدخلوه سين كريم اللي كتدخل كندخلوها في العنق. وما فيها غير الحويجات زوينه، ما فيها غير الحاجات زوينه. السيدات اللي كيبغيو يديروا الحامض، حنا كنعرفوا بان كاين سيدات كيبغيو يديروا على لي طاش، وهادي الا درتوا شي شويه ديال الحامض استعملوهم في الليل، ما تستعملوهمش في النهار، ديروهم في الليل ومن بعد شلوا وجهكم في الصباح باش ما تبقى باش ماشي تخرجوا على الشمس وجهكم العكس. الشمع هو بدات هو ديجا هي نشف في الاخر اللي حطينا، فهو كيبدا ينشف. شكرا لك بزاف على الوصفه ديال اليوم. شكرا سميره. نمشيو لحظه نستقبلوا ضيفه ليلى الشوي فقره نجوم ونجوم. ومعك ليلى شوي، اليوم غادي نقربوا اكثر ونتعرفوا اكثر على فنانه سميتها سميه احمد. اكيد سميره مطربه مغربيه كتشق طريقها بثقه كامله. لاله سميه احمد مرحبا بك معنا في صباحيه الدزام ورمضان كريم. شكرا لكم ورمضان كريم وتبارك الله عليكم، انا محظوظه لاني بين الجميلات. مرحبا بك لاله سميه احمد. انت من مواليد مدينه اسفي، كبرتي وتشبعتي بالثقافه وبالفن، ولكن حنا كناخذ لك واحد الحاجه، علاش يعني هذه مده زمان حنا ما شفناكش، واش انت يعني ما كتبانيش في الاعلام بزاف؟ علاش؟ هو سؤال كلاسيكي بحق، من اللي عطيت الاعلام حقه بديت كنسمع هذا السؤال بزاف، وخاصه في شبكات التواصل فيسبوك وانستغرام. دونك هذا يعني كيسولوني علاش انا ما مشهوراش، مع انه زعما بين قوسين يعني مدى قوسين ياك ما ضد الاعلام. الله يبارك فيك. ياك ما ضد الاعلام ولا ضد الشهرة؟ لا لا الاعلام ضدها. لا 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 بروف سيكو اني هاني بين الاعلام وما بين الاعلام المرئي الجميل اللي كيدخل الشاشات وتيدخل في قلوب المشاهدات. انا هذا الشق يمكن ما كنتش كنعطيه اهتمام اكثر، كنت كنقول بان راه الفنان مهتم اكثر بالابداع، بانه يهتم بالمجال بالمهرجانات بالاغاني بالالحان بالاستوديو. دونك هذا هو الشق اللي كيهم الفنان. الشق الاخر ديال الاعلام انا مقصره ما عطيتش حقه، ولكن دابا مع يمكن كاينين دي زاجون كان خاصني نهتم بزاف بهذا الميدان. اكيد هذا. ولكن قبل يعني قلتي لنا بانك شاركتي في مجموعه ديال المهرجانات. فعلا اللي خصو يبدا انا درته، يعني كنت من 99 البدايه مشواري الفني بدا مع استاذه عشريبي ورباعي عود الحمراء. اعطينا شاركنا في مهرجان موازين في دورته الاولى، في مهرجان عود العود بتطوان، مهرجان ريصاني الصحراء، مهرجان لو ديزير في نسخته الاولى، مهرجان الجامعي بمراكش. انا واستاذ عشريبي عطينا ان سبيكتاكل في غرناطه، وكنا من المحظوظين اننا نكونوا كنمثلوا المغرب في بيرو في 50 انيفيرسير ديال العلاقه الدبلوماسيه انتر بيرو اي لو ماروك. تبارك الله عليك، حتى كنظن بان الطفلتين ديالك ساميه وريما كان عندهم واحد الدور انهم يبعدوك شويه على اكيد. لا ما بعدونيش حقا، ما غاديش نشوفوها من الشق ديالها سيلفي. ايناس وريما حبيبتي. ريما لا بروف هو ان سميتها على تيمنا بواحد لا بيرسوز ديال فيروز، انا من عشاق فيروز المدرسه ديال رحابينا. دونك ريما اول فرحتي. وجدتي للمشاهدين اهداء صغار من عندك اليوم، غادي نصبحوا به بكل المشاهدين. تفضلي صلوا على الهادي
ياك ولالا صلوا على الهادي. من خلالها تنقول للمشاهدين والمشاهدات رمضان كريم، صلوا على الهادي. اول هديه لي مع الاستاذ سعيد شريبي وغتكون في البوم ديالي تحيه، هي من توقيع والحان الاستاذ سعيد شريبي بابداعه المتكامل وتوزيع الاستاذ يوسف قاسمي جمال وعزف مجموعه جسور ورباعي عود الحمراء. صلوا على الهادي، صلوا عليه شوقا، عزي وإرشادي المصطفى حقا، عليه شوقا. ما شاء الله عليك، صوت انثوي محض، رومانسي رقيق. صحيح صحيح. اديتي مجموعه ديال الاغاني، ولكن شنو هو اللون اللي قريب لك، اللي كتحسي به اكثر؟ واللي اكيد هو ان انا تنقول بان الدور ديال الفنان هو ماشي غير يغني ويكون مشهور، هو انه يقدم رساله، وهذه الرساله في طياتها هو انه يحبب للجمهور اللي خارج ارض الوطن، يحببوا في موروثنا الثقافي. وحنا الحمد لله عندنا موروث ثقافي غني جدا جدا، يعني يكفينا شرف اننا عندنا واحد موزايك فسيفساء من اللي كتغنينا اننا نبحثوا على اغاني خارجها. ولهذا انا بغيت نتميز باغاني اللي كتطور الموسيقى وكتعطيني الجديد، وكتعطي الجديد لموروثنا، وتخليني مرآة جميلة في قدام خارج الوطن. ما شاء الله عليك. شكون مساند سامية احمد في انها تبقى دائما في الوسط الفني؟ اللي اكيد هو ان اللي مساندني مجموعه اصدقاء، ولكن الدور الاول لاسرتي اللي هي على الاقل بعدا كان نصيب الاهتمام ديال الاغنيه الجميله واغاني الزمن الجميل اللي عليها تلقنت دروس على ان المفروض اننا نهذبوا الذوق. يعني كان الحمد لله عندي ذوق سليم. واللي اكيد اللي تساندني اكثر هو زوجي فنان حتى هو، وكيساندني ماديا ومعنويا، كيعزف على آلة العود، عازف ميولات فنية، وكذلك عازف على آلة العود، وعنده ألحان، وخا هو ماشي العمل ديالو ماشي تخصص، ولكن عنده ألحان وعنده يعني مبدع وفنان، كيساندني 100%. في نظرك علاش تبناك الأستاذ الكبير محمد الشريبي؟ سعيد شريبي. سعيد شريبي. سيدي سعيد شريبي، أنا كنوجه ليه تحية من هذا المنبر، وهرم كبير ومسخرة ماشي غير المغرب، للوطن العربي. أنا بين قوسين في مواقع اجتماعية عندي مجموعة أصدقاء اللي تلاقيت معاهم في مهرجانات وبقينا على اتصال، تيبقاو تيسولوني واش انت كتعرفي استاذ سعيد شريبي؟ تنقول لهم الانكدوت هو ان راه عندي اعمال كثيرة، يحبونا الناس، تيبغيوه وتيعرفوه بان عنده عطاءات كبيره وتيقدروه، هو بيتهوفن او لا موزار ديال هذا، يعني هرم كبير جدا. عندي معاه اعمال، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يحفظه. عندي معاه اعمال اللي انا محظوظه انني اسندها ليا واعطاني ثقه، كنعتبرها مسؤوليه على عاتقي، لانني باغا نحمر الوجه كيف ما هو عطاني هذه المسؤوليه. والحمد لله توفقت، وحنا بصدد على مشارف انتهاء من الالبوم ديالي الاول تحيه، تحيه العنوان ديالو تحيه. غادي نرجعوا نتكلموا عليه، قبل ما تكلمي لينا على ذاك السويك اللي جبتي معاك وشاده ولا بغا شرت فيها، بغينا نعرفوا شنو السر ديال هذاك، هو يصب، بغينا نشوفوا هزي في يدك. اكيد يصب في نفس النسق، هو اننا نحب موروثنا الثقافي ونفتخر به.
هذا ديال واحد المعلم مع الاسف توفى وما خلاش ديسيبل ديالو، يعني هذا اونيك، هذا ساك اونيك ما باقيش نلقاوه مع الاسف، ما باقيش نلقاوه، ما خلاش التلاميذ ديالو اللي يكملوا برودري ماروكين تيبيكمون ماروكين. تبارك الله عليك. اذا غادي نسمعوا مقتطف من الاغاني ديالك ونرجع نكمل الحوار ديالي مع لالا ساميه احمد، بقوا معنا. مره اخرى الله يبارك فيك. البوم جديد التحيه، فوقاش غادي يخرج ان شاء الله في الاسواق المغربيه؟ ان شاء الله على ابعد تقدير سبتمبر ان شاء الله بحول الله. غادي نذكر كذلك المشاهدين ان كانت لك تجربه مهمه في مسارك الفني، ادائك مع اغاني غربيه مع مجموعات فرق يعني كلاسيكيه فرنسيه كيف ما نقولوا، روسية يعني اجنبيه روسيه، فكيف جا هذا التعامل؟ واش ضافت لك شي حاجه في المسيره ديالك؟ اكيد اللي جميل في الموسيقى هو انها ما عندهاش لغه، هي اللغه العالميه هي الموسيقى. انا تلاقيت مع في مهرجان تلاقينا مع واحد الفرقه روسية في واحد البنيتات زوينات بحالكم تيعزفوا وواحد تيدير لاكورديون، اي دونك سمعوني تنغني وجاو حاولنا نتواصلوا ما لقيناش باللغه، وانا بديت نقول لهم انا هذه الاغنيه فكرتني في واحد الاغنيه ديال فيروزي، كانوا يا حبيبي شمس الى اخره، هما داروا واحد لا سويت ديالها، دونك درنا واحد تزاوج بالموسيقى فعلا تواصلنا بالموسيقى وكان عجيب، كان الحمد لله زعما لقى صدى طيب جدا. العمل ديالك هو الغناء فقط ولا عندك يعني شي اهتمامات اخرى من غير الغناء؟ عندي عائلتي، عندي الاصدقاء ديالي، عندي وحب عملي اللي هو الغناء. كنتمنى لك التوفيق. الله يبارك فيك. وشرفتينا بالحضور ديالك. شرف ليا. عندك اهداء كذلك للامهات. نعم. اللي كيسمعونا في هذا الصباح هذا. نعم. هو اللي غادي نختموا بها سميره ان شاء الله. الا سمحت لنا ديالنا ساميه احمد. اكيد شرف ليا بالحضور ديالك. نتمنى لها كل التوفيق. الله يبارك فيك. وان الاعلام توا يعطيها حقها. شكرا لك على سلبيه الدعوه، والشكر كل الشكر للمخرجه لالا تورجيا ام الحياه وكل من ساهم في تحضير حلقة اليوم صباحية دوزام. نتلاقاكم غدا إن شاء الله في نفس المواعيد دائما على قناتكم دوزام. تفضلي لالا. لأن أغنية مهداة لأمهات ومشروع أمهات من أشعار الكبير سعيد عقل اللي توفت والمنية مؤخرا، ومن للسيدة فيروز، أمي يا ملاكي. أمي يا ملاكي يا حبي الباقي إلى الأبد، ولا تزل يداك أرجوحتي ولا أزل ولد، يرن إلي الشهر وينطوي حبي الباقي إلى الأبد، ولا تزل يداك أرجوحتي ولا أزل ولد. Thank you.